outline of the traditional Ecuadorian work, more specifically at the Ecuadorian Supérieur de Tétouan, the University of Ecuadorian City. تنظم المدرسة العليا للأساتذة بتطوان مؤتمر حوض البحر المتوسط للمدن الذكية من 2 إلى 4 ماي 2024، وسيعرف هذا المؤتمر مشاركة عديد من الخبراء والأساتذة الباحثين الذين يشتغلون في ميدان المدن الذكية، كما أن خلال هذا المؤتمر ستقدم حوالي 120 ورقة بحثية يقدمها الطلبة الباحثون أجانب ومغاربة خلال هذا المؤتمر، كما أن المؤتمر ستكون مناسبة لتقديم تجارب بعض المدن الذكية عبر العالم من آسيا ومن أوروبا، وسوف كذلك تكون مناسبة لتبادل الخبرات في مجال المدن الذكية. كنستضف اليوم المؤتمر الأول على المدن الذكية واللي كيتنظم تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لنصرو. كيف ما كتعرفوا هذا الموضوع هو جد مهم، لأن العالم كله الآن كيعرف واحد التطور رقمي هائل، والمملكة المغربية سايرة حتى هي في هذا الاتجاه هذا، ولا بد من الجامعة والدور ديال الجامعة أولا في الرقمنة، ثانيا في الاستعمال الذكي لجميع المسائل اللي كتهم المواطن، بحيث أن هذا الاستعمال هذا كيقدر يهم تدبير ديال الماء، تدبير ديال الطاقة، تدبير ديال السكن، تدبير ديال النقل، اللوجيستيك، السياحة، جميع الميادين كيمكن لها الدار وتدبر بواحد الطريقة عقلانية، واحد الطريقة ذكية اللي كتسهل الحياة اليومية ديال المواطن. كيف ما كتعرفوا مدينة تطوان وجهة طنجة تطوان الحسيمة هي كتعتبر ثاني جهة على الصعيد ديال المملكة من حيث جلب المستثمرين ومن حيث القدرات اللي كتوفر عليها، زيادة على الأهمية اللي كيعطيها سيدنا الله ينصرو، ولابد من دور اللي خص تلعبوا الجامعات ديال وضع واحد الآليات ديال الرقمنة جد مهمة من أجل مدينة ذكية في المستوى ديال التطلعات ديال الساكنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المؤتمر عن المدن الذكية مجال رحب ومهم جدا. أنا معكم أخوكم السلطان بن حسن السلطان، أستاذ جامعي وعضو مجلس الشورى سابق في المملكة العربية السعودية، والآن لدي مكتب متخصص في الاستشارات التقنية. مجال المؤتمر سوف أتحدث عن تجربة المدن السعودية الذكية، ولدي تركيز على البروبلم سولفينج ميثودولوجي اللي هو باللغة العربية حلول المشاكل، كيف تقدر تحل مشاكل للمدن، مثلا النظافة، عن المياه، عن الخدمات العامة، عن تقليل درجة الحرارة، المدن الصحراوية مدن حارة في الصيف حوالي 4 شهور إلى 6 شهور، لذلك لابد أن نعمل حلول للأوتدور انفايرمنت اللي هي البيئة الخارجية لكي ينعم الناس بجودة حياة مدن جيدة. المغرب بلد نشعر كأننا في بلدنا الثاني، وهناك تبادل خبرات بين المدن السعودية والمدن المغربية في عدة مجالات، حتى التركيز على الحفاظ على التقنية والتقاليد والعادات، يعني tradition and technology. أنا كخريج جامعة طوكيو، اليابان متميزة في هذا المجال technology and tradition، وأنا أريد أن أنقل التجربة اليابانية والتجربة السعودية المتميزة والناجحة الآن في مجال artificial intelligence والإنترنت of things ومجالات رحبة وفي صناعة الأقمار الصناعية الصغيرة. فلدي اهتمام في التعاون مع أخواني وأخواتي المغاربة لتطوير هذا المجال، وأن نكون قوة عربية إسلامية في مجال التقنية والعلوم. تنخرط اليوم جامعة تطوان في فعالية المؤتمر الدولي المنظم من طرف جامعة عبد الملك السعدي ومدرسة العليا للمهندسين للأساتذة. جامعة تطوان منخرطة في هذا الورش على مستوى تنظيمي وكذلك على مستوى المضمون لهذه الفعاليات لهذا المؤتمر الدولي. تطوان كمدينة وجماعة
بالخصوص أنها في المجلس صادقة في برنامجه العمل بإدخال وإدماج ودرج مفهوم المدن الذكية، فالمدن الذكية التي من خلالها الهدف منه هو تبسيط الحياة العامة بالنسبة لساكنات مدينة تطوان، وذلك من خلال استعمال التكنولوجيا ومجموعة من التطبيقات من أجل تقديم خدمات سلسة بالنسبة لساكنات مدينة تطوان. جامعة تطوان ستساهم في هذا المؤتمر بورش يعرض فيه مجموعة من الخدمات التي تسعى جامعة تطوان لتنفيذها من أجل تقديم هذه الجودة في الخدمات لتسهيل على سكان مدينة تطوان. مثلا على مستوى النقل الحضري، هناك انطلاق مجموعة الدراسات التي تعتمد في أساسها إدماج هذا المفهوم ديال المدن الذكية، وذلك من استعمال بعض التطبيقات للولوج إلى هذا القطاع وتحسينه.